بسبب المجاعة في السودان فقدت بنتي الصغيرة اللي هو عمرها سنة. كنت عيانة لأكل وما لقي حاجة أكلها عشان أديها اللبن يجيها ترضع. موجودة أكل ما في، أنت ما عندك قرش تشتري تأكل. المسؤول هو الأول والآخر الحكومة. الواحد ذاته جعان وفقد حياته المستقبلية الأساسة في الفترة اللي فاتت كلها. يعني ما في أكل، ما في أكل محصورة، يعني ما عندنا أكل ولا عندنا شراب. ما شايفين حاجة، نينا ما شايفين لا منظمات لا مجتمع دولي لا حاجة. ما في موية متوفرة ولا في أكل متوفر، وعندي الصبا أطفال أنا وعبوهم للعان أنا ما عارفة وين. ما فيش حتى المنظمات يقولوا جات الحاجات اللي مدوها لهذه الناس، الناس المشاكل وما وزعوها. بنمشي محلات اللي فيها الاكل عشان نجيب لنا دقيق. حصل الدقيق بقى يزيد كل ما مره من 1500 بقى حصل 6 مليون. نحن وصلنا مرحله بتاعت مجاعه وكده، وفعلا ده حاصل، يعني الناس كلها معانيه. وعندي ولدي ثاني برضه نفس الشيء، بيعاني من انيميا برضه، بقى عنده كلى، بقى عنده تضخم في الكبد. اللي سببه في الحرب دي احنا ما عارفين هون مثلا مشكلتهم شنو. مثلا يا ريت يوقفوا الحرب ده ويخلوا الناس يرجعوا لأهاليهم.